يا هلا والله، ايش حالكم؟ عساكم بخير. اليوم مسافرة مكان، فتوقعوا وين مسافرة؟ ورحلة مدتها 14 ساعة، فخلكم ويانا. وين صوب الكاونتر ووايد كان زحمة، يعني تقريبا ساعة شي كنت واقفة. فالحمد لله مرينا والأمور كلها تمام. عقبها صرت صوب التفتيش، فما قدرت أتصور. ويت صوب الديوتي فري وخذيت لي كمان شوكليت، بس نسيت اصوره. وهاي انا، هاي. وتمشيت شوي، والمطار بعد وايد كان فاضي لان وقتها كان الساعة 3 الصبح كذي. وهني جت KFC اتعشى واتريق بنفس الوقت، وكليت الحمد لله. وعقبها صرت صوب ستاربكس اخذ لي قهوة عشان اروق، وانا احتسي قهوتي ولا اشوفهم ياسين ينادوني وانا اركض. والحمد لله ركبت الطيارة وعدت على خير، وهالمرة مسافرة على بروناي لأني مسافرة ملبورن إن شاء الله. فرحلتي بتكون 15 ساعة، وخلكم وياي. وعقبها يابونا الريوق، وأنا ما كنت جوعانة صراحة لأني أوريدي كنت متعشية، فبس كليت لي الكرواسون وشربت عصير التفاح. والحمد لله عقب 7 ساعات وصلنا بروناي، ووقتها كان لازم اتريا 2 ساعة عشان اركب طيارة ثانية. وباقي لنا ساعة ونوصل ملبورن بالسلامة. فبقول لكم تجربتي عن رويال بروناي، لأن هاي أول مرة أسافر فيها، والتجربة كانت حلوة الحمد لله، وكل شيء كان أوكي وبرفكت. أخيرا
أخيرا وصلت ملبورن عقب 15 ساعة، والحمد لله كل شيء كان تمام، وأهلي استقبلوني، وايد كنت مشتاقة لهم، مو بشايفة لهم من سنة وبس والله. وهذا كان بلوجنا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم البلوج، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب. باي.